تواصل الأسر الفلسطينية النازحة في رفح بقطاع غزة الفرار من المدينة خوفا من هجوم إسرائيلي مع دخول الحرب بفلسطين شهرها الخامس. وسط قلق دولي متزايد، تواصل الأسر الفلسطينية النازحة في رفح بقطاع غزة الفرار من المدينة خوفا من هجوم إسرائيلي. ففي رفح الفلسطينية حيث يحتشد نحو 1,400,000 مدني في الركن الجنوبي من القطاع الفلسطيني، تنتشر موجات الذعر داخل المخيمات البدائية التي تؤوي النازحين بسبب قصف الدبابات شرق رفح. نازحة من مغازي جيت على رفح، وهين بدي أرجع على المغازي، وبقت ليلة مبارح في رفح، يعني ليلة صعبة كتير كتير، وإحنا نروح على المغازي والله خير من الخوف، يعني شاردين لمنطقة تانية، وإن شاء الله المنطقة اللي بنروح على المغازي تكون آمنة، تكون في أمان، يعني وين ما نروح فيش أمان، فيش أمان، يعني لا في مغازي ولا غزة ولا رفح، ما فيش أمان، ونتمنى السلام للجميع إن شاء الله. ومع دخول الحرب في فلسطين شهرها الخامس، ينصب الاهتمام الآن على الوضع في رفح، حيث يعيش الآن نحو نصف سكان غزة في ظروف شديدة السوء، فيما فر كثيرون من مناطق أخرى دمرها الهجوم الإسرائيلي. احنا تايهين ومش عارفين وين نروح، بدعي لكل العالم تضغط على إسرائيل تخلص هالحرب وتفك عنا، تعبنا سنة ماشيين ومش عارفين وين رايحين. كنا في خان يونس، قلنا نروح على رفح، ورفح أمان، كانت ليلة صعبة على رفح وبدنا نرجع على خان يونس، تعبنا من مكان لمكان، الله يفرجها علينا يا رب. ويقول مسؤول الإغاثة إنه لا يوجد مكان أمام الفلسطينيين يمكنهم الذهاب إليه، فبعد إجلاء الاحتلال لسكان غزة تحول جزء كبير من القطاع إلى أنقاض، فيما تنفد إمدادات الغذاء والماء وغيرها من الضروريات، وتنتشر الأمراض.